النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، التي نبدأها بخرائط الضغط الجوي، والتي تشير إلى امتداد لمرتفع جوي قادم من شرقي البحر المتوسط باتجاه المملكة، يدفع بالتيارات هوائية شمالية غربية تعمل على عدم صعود درجات الحرارة، إنما بقائها تقريبا أعلى من معدلاتها بقليل، وسط أجواء باردة في ساعات الليل ومائلة للبرودة في ساعات النهار. غدا يستمر سيطرة هذا المرتفع الجوي على عموم مناطق شرقي البحر الأبيض المتوسط، كما نلاحظ ما يدفع برياح شمالية غربية أحيانا تكون تعمل على رطوبة أو ارتفاع رطوبة الأجواء خاصة في ساعات الليل، وبقاء الأجواء باردة في ساعات الليل وباردة نسبيا أو مائلة للبرودة في ساعات النهار نتيجة تمركز هذا المرتفع الجوي. في حين أنه يوم الثلاثاء يقترب من المملكة منخفض جوي خماسيني، يتوقع أن يكون هذا المنخفض الجوي الخماسيني الأول لهذا العام. هو مبكر بعض الشيء، حيث تبدأ المنخفضات الخماسيني بالعادة في الجزء الأخير من شهر مارس أذار، ولكن هذا العام يبدو أن المنخفضات الخماسيني ستبدأ مبكرا، حيث يتمركز إلى الشمال من جمهورية مصر، وبالتالي يدفع برياح جنوبية شرقية باتجاه المملكة تعمل على حدوث ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بمشيئة الله تعالى. الأحوال الجوية هذه الليلة أجواء باردة بشكل عام حتى في العاصمة عمان، مع ارتفاع في نسب الرطوبة وظهور الكميات من السحب والغيوم المنخفضة. تهبط صغرى هذه الليلة في العاصمة عمان إلى 7 درجات مئوية بمشيئة الله تعالى. نهار يوم غد والأيام القادمة يتوقع أن تبقى الأجواء غدا الاثنين باردة بوجه عام نسبيا في ساعات النهار، مائلة للبرودة في ساعات الظهيرة والعصر، يدفع الطقس قليلا لكن يكون باردا في ساعات الليل 8 درجات مئوية، تظهر كميات من السحب والغيوم على ارتفاعات مختلفة. ارتفاع ملموس على درجات الحرارة يبدأ يوم الثلاثاء، تصل العظمى إلى 18 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى لين 13 درجة مئوية، في حين تتأثر المملكة بمنخفض جوي خماسيني يوم الأربعاء، بحيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها، تصل إلى 23 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 11 درجة مئوية، وتسود المملكة حينها أحوال جوية خماسيني تتمثل بظهور الكميات من السحب، أجواء خماسينية مغبرة، ارتفاع لافت على درجات الحرارة بشكل عام. دعونا الآن نستعرض درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الاثنين والصغرى للاثنين والثلاثاء في مدن ومحافظات المملكة. سنبدأ هذه المرة من المناطق الشمالية للمملكة، تكون في إربد 15-9، جرش 16-10، المطرق 15-7، وفي عجلون من 14-8 درجات مئوية. المناطق الوسطى في كل من السلط وعمان 14-8، في الزرقاء 16-10 درجات، في مأدبة 15-8 درجات، في حين ترتفع في البحر الميت إلى 22 درجة مئوية في ساعات النهار، وتكون الصغرى ليلا 17 درجة مئوية. في جنوب المملكة تكون في كل من الكرك والطفيلة 15-9، في معان 19-8، في جبال الشراب من 13-7 درجات، في حين ترتفع في خليج العقبة إلى 25 درجة مئوية في ساعات النهار، وتكون الصغرى ليلا 16 درجة مئوية. وفي المناطق الشرقية للمملكة تكون في رويشد 20-7 درجات، في الصفاوي من 19-6، وفي الأزرق من 20-9 درجات مئوية. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، مجمع الملك الحسين للأعمال.